الظهيرة من الميادين نقدمها إليكم من استوديو الميادين ومن بنت جبيل وفي عناوينها. يعني أنا وملاك على بعد 10 أمتار ملاك أو كم؟ هناء سنلتقي ويعني لنكسر كل قواعد اللغة والمراسلة الصحفية. جايين في ذكرى نصر تموز مراسلتا الميادين في لبنان وفلسطين وجها لوجه على الشريط الشائك. انظروا إلينا، نحن هنا، نحن على أرضنا بأقرب نقطة ممكنة. المقاومة تكشف للمرة الأولى عن مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية ساعر 5 عام 2006 بصاروخ بحري متطور. إيران تؤكد أن الإفراج عن الناقلة غريس 1 انتصار دبلوماسي وتنفي تقديم أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق. الجيش السوري يواصل التقدم باتجاه خان شيخون ويستعيد السيطرة على مدايا وتل الأرجح في ريف إدلب الجنوبي. الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد جنوده بنيران هندية في كشمير واجتماع مغلق لمجلس الأمن لبحث الوضع في الإقليم. أهلا بكم. يواصل لبنان إحياء الذكرى 13 لانتصاره في عدوان تموز، ومن المقرر أن تنظم المقاومة اليوم مهرجانا في مدينة بنت جبيل جنوب البلاد، يتحدث خلاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. ومن بنت جبيل مشاهدينا تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة مايا رزق والتي تواصل في هذه التغطية منذ الصباح الباكر. إليك مايا. شكرا لك زميلي عبد الرحمن. British Navy Warship Poster 236. This is Stephanie Warship. Water Tanker British Heritage under my control. معي في الصورة أيضا يمكنك أن ترين الآن الزميلة ملاك خالد. يعني أنا وملاك على بعد 10 أمتار ملاك أو كم؟ إذا
نحن هنا نلتقي عند هذه الحدود التي نعتبرها حدود زائلة في نهاية المطاف. نعتبر بأن الأرض العربية هي أرض عربية، كان فلسطين أو لبنان أو سوريا، من حقنا كشعوب عربية أن نتنقل بين هذه المناطق وبين هذه الأراضي وبين هذه الدول بحرية مطلقة من دون أن ينغص الاحتلال علينا حياتنا. وعندما نتحدث عن ملاك، لا أدري إن كنت تسمعينها الآن، أيضا نتحدث عن صبية أصلاً هجرت أسرتها من حيفا. فيعني هذا لقاء الأحبة مع الأحبة، لقاء فلسطين مع فلسطين بشكل أو بآخر. ملاك، إليك أنقل إليك الصوت والصورة. حين رأيت هناء بالسيارة تتقدم وتنزل من السيارة، يعني الشعور الأول أني ركضت، لم أفكر أصلا بأي شيء سوى أني ركضت، واستقبلتني هناء بصوتها وتقول لي أهلا وسهلا. يعني المشاعر والانفعالات أكبر من أن أحاول ضبطها. هناء ذهبت إلى منزل جدي في فلسطين المحتلة في حيفا، وأنا الآن أراها للمرة الأولى أمامي وأستطيع أن أسمع صوتها بدون وسائط. يعني تحدثنا وغلبتنا الانفعالات والمشاعر، لا أستطيع أن أنقل نظري عن ما أراه. يعني بيننا أقل من 10 أمتار فعليا، وبيننا 71 عاما من محاولات الشرذمة نتغلب عليها. تجمعنا الشاشة، يجمعنا هذا الكادر. اليوم نأتي من القدس، وأيضا من القدس نأتي مع كل هذه الإرادة عمليا التي يرسخها الطفل الفلسطيني من أصغر طفل حتى أكبر شيخ فلسطيني، هذه الإرادة بأن هذه الأرض ستتحرر في يوم ما، لأنها من حق الفلسطينيين، من حق الشعب الفلسطيني الذي يعني كسرت النكبة ظهره عمليا، وأقامت إسرائيل دولتها على أنقاض شعب حي كان يعيش هنا وهجرت غالبيته أيضا إلى ما خلف الحدود. أنا يعني هذه لحظة تأثر كبيرة بالنسبة لي. من الصعب يعني التنقل ما بين شخصية المراسل الميداني في هذه اللحظة وما بين الإنسان الفلسطيني الذي يعني يحس بأنه هذا التراب أمامه على مرمى حجر فعلا. مايا، هذه لحظة سعيدة باختصار شديد بالنسبة إلي، هذه ثاني مرة أنا أكون في هذا الموقع وألتقي مع زملاء في الميادين من لبنان. انظروا إلينا، نحن هنا، نحن على أرضنا بأقرب نقطة ممكنة، لا تخيفونا، 71 عاما من العدوان ومن التخويف، تخافون أنتم، نحن لا نخاف، ذاكرتنا حية، ذاكرتنا بخير، إرادتنا قوية وحية. الأطفال الذين استشهدوا من القدس الذين كانت هناء تتحدث عنهم هم زرع المقاومة، هم زرع التمسك بالأرض، دمهم هو الحصاد وهو القربان الذي يعني يقدم كما قدم آلاف الشهداء، آلاف العائلات على طرفي الحدود ومن كل الوطن العربي قدموا الدم لكي نصل إلى هذه النقطة القريبة جدا جدا جدا. يعني هناء سنلتقي، ويعني لنكسر كل قواعد اللغة والمراسلة الصحفية، جايين والأهلا وسهلا بدي اسمعها لما تضمك ولما عن جد نلتقي. ملاك، انت بتعرفي انه يعني من يعني أبرز عناوين انتصار عام 2006 بأنه هناك لحظات تاريخية سوف تأتي يعني وتلي هذه اللحظة التاريخية العام 2006، يعني ما كان يقدر بأنه غير معقول وغير واقعي رأيناه واقعيا. رأينا قوة عسكرية تتصدى للاحتلال الجاثم على أرض فلسطين وفي غزة كذلك الأمر، في القدس، في كل مكان أصغر حجر فلسطيني يعني بإمكانه أن يقول كلمة ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي. وأعتقد أنه كل شيء ممكن يعني، ومقدر لنا أن نلتقي بكل تأكيد على الأرض الفلسطينية. أكيد 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 انتهى الخوف فعليا. حين يقوم طفل بكل الشجاعة التي رأيناها وبكل الجسارة التي رأيناها بالأمس في عملية القدس، أطفال غزة حين يستبسلون ليرسلوا حجرا أو طائرة ورقية عبر الحدود مثل هذه الحدود إلى الاحتلال، فذلك فيه الكثير. على فكرة بس بدي أقاطعك شوي ملاك، أنا شلت السماعة، شلت السماعة لأنه انتبهت أنه أنا في أسمعك من دون سماعة، من دون سماعة التليفون، فعم بسمعك مباشرة هيك، احكي شوية نسمع. وكمان سلاماتنا وتحياتنا للزملاء، لمحمد ولوسام، ومعي كمان الزميل علي. أكيد إحنا أسرة واحدة وعيلة واحدة وطاقم واحد، بلد واحد وشعب واحد.
زميلة ملاك خالد هي الآن معنا مباشرة من معتقل الخيام كما ذكرنا. ملاك أهلا بك مجددا. يعني هل نقلت لنا هذه المشهدية من خلفك؟ يعني نلاحظ بأن هناك آليات إسرائيلية تركها العدو خلفه عقب تحرير عام 2000، وأيضا نتمنى منك التعليق على هذا المشهد الجميل الذي جمعك مع زميلة هناء محميدة على الحدود مع فلسطين المحتلة، على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. مايا، لازلت أتأثر كلما سمعت ما يعني تبادلناه من أحاديث أنا وهناء. أهلا وسهلا التي قالتها هناء لازالت يعني ترن في ذاكرتي، وفعلا أظن أننا سنسمعها، موقنة أننا سنسمعها قريبا جدا حين نعود إلى فلسطين، مرفقة بزغاريد الفرح، مرفقة بأهازيج العودة التي ننتظرها منذ 71 عاما. يعني صراحة أشعر أن قلبي لازال هناك ولم أتخطى تماما الانفعالات التي يعني غمرتنا أنا وهناء وكل فريق العمل. بعدما أنهينا رسالتنا أرسل الاحتلال دوريات واحدة لزميلة هناء وآليتين توقفتا خلفنا وصوب نحونا سلاحا لتخويفنا، فردنا كان بكل بساطة ونحن يعني نفكك المعدات لكي نتحرك أننا أخذنا كامل وقتنا. لم يخيفنا حين ابتعدنا عن السياج، تجرأ الجندي الإسرائيلي أن ينزل من الآلية وأن يأخذ صورا، يعني حاول أن يأخذ صورا معنا في الخلفية فرفعنا له إشارة النصر. يعني يخافون حتى من مجرد وجودنا كفريقي عمل صحفيين، ليس لدينا سوى كلمتنا وليس لدينا سوى هذا الإيمان بأننا سنقطع هذه الحدود. يخيفهم، يرعبهم، كما يرعبهم أننا نحتفل بعد 13 عاما من الانتصار هذه الوقفة بأننا نستعرض هذه الآليات التي كانت تعتبر فخرهم، تركوها خلفهم في العام 2000، وفي العام 2006 تكرس أننا نستطيع أن نتفوق عليهم عسكريا واستراتيجيا وبالإرادة، لأن يعني مصيدة الدبابات في وادي الحجير، مصيدة المركافة، أنهت أسطورة التفوق العسكري البري للمركافات الإسرائيلية وتراجع بيع هذه الدبابات. يعني قيل فيها أنها أصبحت خردة من حديد. أيضا كان هناك العملية ساعر، تحدثنا عنها طويلا، عملية إصابة البارجة ساعر، وكان هناك الصواريخ، صواريخ المقاومة التي فاجأت العدو حين وصلت إلى حيفا وما بعد حيفا. وهذه يعني مجسم هنا نراه أمامنا للصواريخ مصوب باتجاه فلسطين المحتلة. هذه المشهدية، هذا يعني ما رأيناه قبل قليل، هنا كان هناك عائلة من البترون في شمال لبنان مع أطفال صغار، سألتهم إذا يعني ما الذي يفعلونه، قالوا نحن نعلم أطفالنا ما الذي حدث هنا. يعني من يستطيع أن يهزم شعبا كهذا؟ نحن يعني نتطلع معكم الآن إلى ما سيقول السيد حسن والعدو يتطلع إليه، ويعني سنكون معكم طوال هذا اليوم مايا لمتابعة ما الذي سيقوله السيد حسن من رسائل مباشرة. ننتقل منك إلى زميلة هناء محميد مراسلتنا في القدس المحتلة. هناء، نشدد الترحيب بك، أين أنت الآن بالتحديد؟ نعم مايا، نحن نتواجد حقيقة في المناطق الحدودية الشمالية من فلسطين المحتلة، من خلفي بعض يعني تظهر ربما في عمق الصورة بعض المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك هناك بعض البلدات الفلسطينية العربية طبعا في هذه المنطقة الشمالية الحدودية مثل فسطوطة ومناطق أخرى يعني تغطيها وتحجزها التلال والجبال في هذه المنطقة الجبلية. ولكن لما توقفنا هنا مايا بالتحديد؟ لأنه في العام 2006 في عمق السهول في هذه المنطقة حيث أقف كانت تتمركز، يعني كان هناك معسكر للجيش الإسرائيلي وكانت تتمركز عدد من المدفعيات الإسرائيلية، الدبابات الإسرائيلية، وهذه المناطق جميعها مايا كانت تعرضت لقصف صاروخي مكثف
تكثف عمليا من المقاومة اللبنانية في العام 2006، ولا تزال إسرائيل تخشى هذا السيناريو أن يتجدد، وهي تعلم بأنه إن عاد سيعود بشكل أقوى وبشكل تدميري أكبر، ليس فقط على هذه المستوطنات في المناطق الشمالية وإنما أيضا على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 48، أي على كل هذا الكيان الإسرائيلي المحتل للأرض الفلسطينية. اليوم للمقاومة اللبنانية قدرات هجومية أكبر بكثير مما كانت لديها في العام 2006، وهذا أمر معروف للقيادة العسكرية الإسرائيلية والسياسية الإسرائيلية، ولذلك هم يحسبون ألف حساب قبل أن يقوموا بأي خطوة هجومية وعدوانية ضد لبنان وضد الأراضي العربية بشكل عام. مايا، نعم هنا، وبالحديث عن هذا الموضوع عن الخشية الإسرائيلية لابد لنا ربما من الحديث أكثر عن كيف تعلق إسرائيل، أكان ذلك في الأعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي، على ذكر هذا الانتصار، انتصار تموز عام 2006، خصوصا وأن إسرائيل الآن يعني هي تعد لانتخابات كنيست، ويعني النسيج الإسرائيلي ممزق، وهذا الأمر باعتراف إسرائيل قبل غيرها. ولو باختصار زميلتي هنا، هلا المهرجان بده يبلش كذا، بوصف الناس لأنه أنا إذا بدي أحكي من مارون يمنع محمد، هذه الرايات تشهد. في الأيام الأخيرة نحن نرصد أيضا هذه المتابعة الإسرائيلية لكل التحضيرات والتجهيزات التي تجري في الجنوب اللبناني، لا سيما في بنت جبيل، بخصوص احتفالات الانتصار، مرور 13 عاما على الانتصار، وكذلك هناك رصد ومواكبة أيضا لتغطية الميادين مايا من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية. مايا إليك. شكرا لك زميلتي هنا، أنتقل منك إلى زميل أحمد عبد الله، وهو يقوم في جولة ميدانية في بنت جميل جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. أحمد، كيف يتبدل المشهد لديك؟ وهلا نقلت لنا كل ما يحدث من حولك. مايا، نحن انتقلنا من السوق التجاري من بنت جبيل في الرسالة السابقة، وانتقلنا من أمام هنا حديقة شهداء بنت جبيل. هذه الحديقة التي تكتسب رمزية خاصة، أولا كونها بنيت من الحجارة التي بقيت من أثار المنازل التي هدمت في عدوان تموز عام 2006. داخلها هناك لائحة تضم أسماء الشهداء الذين استشهدوا، وأيضا أهميتها الرمزية أيضا كونها يعني بنيت على ساحة، في ساحة شهدت أعنف المعارك في المواجهات بعد محاولة الجيش الإسرائيلي الاجتياح البري للقرى الحدودية. نتحدث عن بنت جبيل، نتحدث عن عيناتا، عيترون، مارون الرأس، هذا المربع الذي تحول إلى مربع للصمود والانتصار. مهرجان الانتصار الذي يقيمه حزب الله بعد تمام تقريبا نحو ساعة ونصف، يعني فقط يفصلنا وقت قليل على بدء هذا المهرجان. التحضيرات على قدم وساق، كل شيء جاهز لاستقبال المواطنين بانتظار كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي قال كلمته الشهيرة: من هنا من بنت جبيل أنا إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. ولهذا عام 2006 أرادت إسرائيل أن تنتقم من المقاومة ومن بنت جبيل ومن أهليها، ولكن هذا الانتقام ارتد عليها بعدما انسحبت ذليلة. هذه الأجواء مايا التي تفصلنا عن المهرجان الذي يبدأ إذن بعد قليل. شكرا لك زميلي أحمد عبد الله، كنت معنا من بنت جبيل مراسل الميادين. الشكر موصول أيضا للزميلة ملاك خالد مراسلة الميادين، كانت معنا من
معتقل الخيام في جنوب لبنان. وايضا نشكر زميلتنا هناء محاميد كانت معنا من شرقي بلده كفر برعوم المهجره شمال فلسطين المحتله. مشاهدينا الكرام، للمره الاولى منذ اطلاقه في الايام الاولى من حرب تموز 2006 تكشف المقاومة جزءا من تفاصيل عملية استهداف البارجة الإسرائيلية ساعر أمام سواحل بيروت، وتعرض الصور التي وزعها الأعلام الحربي مراحل إعداد عملية التصدي للبارجة التي قصفت عددا من المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية، وتوجيه الصاروخ الذي بدت نسخ عديدة منه في الفيديو، وبعد هذا الصاروخ من نوع أرض بحر يعد باكورة المفاجآت التي استخدمتها المقاومة. نتابع. مشاهدينا الكرام، نعود إلى استوديوهاتنا في بيروت مع العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين المرابطون. أهلا بك عبر شاشة الميادين في هذه التغطية المباشرة من بنت جبيل للاحتفال في ذكرى انتصار حرب تموز عام 2006. في هذه التغطية عميد التقت مراسلتا الميادين على الحدود ما بين لبنان وفلسطين المحتلة. لهذا اللقاء برأيك يعني هل له رمزية معينة؟ نريد التعليق على هذه الرمزية، رمزية هذا اللقاء على الحدود في كسر ما حاولت إسرائيل تثبيته من خلال حرب تموز، وربما في تثبيت قوة المقاومة وانتصارها في هذا الحرب، في هذه الحرب. تحية لك مايا ولكل المصورين والمراسلين اللي عم يتعبوا معي. اليوم بعد 13 سنة أنا بأكد وبدون مبالغة وبدقة أنه اليوم كنتوا أنتوا العيد. الميادين بالعملية المقاومة، هذه عملية مقاومة إعلامية معقدة، وأنا أكيد اللي بيكون بالعمق بيفهم شو معنى العملية المقاومة المعقدة اللي قمتوا فيها اليوم واللي نجحت. وبأكد من منطلق الكلام الدقيق أنه اليوم اللي عملته الميادين هذه العملية المعقدة إعلاميا مهنيا استخباراتيا بالوصول إلى الأرض، أرض فلسطين المحتلة وأرض الجنوب الصامد. اليوم أنتوا عملتوا عملية استطلاع لما نتكلم به جميعنا بأننا سنسعى إلى الدخول إلى الجليل. اليوم أنتوا كنتوا طليعة مقاومة استطاعت أن تصل إلى الحدود الذي سننطلق منها بإذن الله مع رجال الله لتحرير الجليل وما بعد بعد الجليل. هذا كلام ليس شعرا، إنما كلاما واقعيا جدا. واليوم مثل ما قلت أنتوا كنتوا العيد. الأهم بهذا الموضوع إذا بندخل بالمضمون وبالشكل وبالوجدان وبالعقل، بالوجدان فعلا نحن كنا خايفين على هناء، بس وجداننا كان عم يتحرك بعواطفنا على الكلام اللي كانت عم تقوله ملاك بنت حيفا. كان في كلام انا برايي الملايين من العرب اللي كانوا عم بيتابعوا قناه الميادين كانت عم تتفاعل بعد 13 سنه من المعركة ومن الحرب تموز، كانت عم تتفاعل فعلا مع هذا الذي سمعناه من ملاك ومن هناء. وبالتالي أنا برأيي اليوم الميادين استكملت معركة أو حرب تموز بعد 13 سنة بانتصار إعلامي على وسائل العدو المتطورة. اليوم برجع بأكد حتى لأنه بتعرفي في كتير بيشككوا وبيحكوا، اليوم كان في إرادة مقاومة فعلت ما فعلت في استنهاض الشعور القومي العربي، والبدقة أكثر أنه فهموا شو معنى
أن ننتصر على اليهود في معركتنا بالإطار الاستراتيجي وبالإطار التكتي. اليوم اللي شفناه فعلا على أرض الجنوب وأرض فلسطين المحتلة، وطبعا هذه فدائية هنا يعني بعد لحد هلا عم بتبص من قلب فلسطين المحتلة، وأنا برأيي على الأكيد أنه هذا الشيء يزعج لبل، يعني بيضع بداية الخطر تجاه هؤلاء الحاقدين اليهود عم بيشوفوا هذا الانتصار الإعلامي بعد 13 سنة اللي عم تعملوه. أنا برأيي الشيء اللي صار هو المشاهد التي نعم كشف عنها الإعلام الحربي لاستهداف البارجة الإسرائيلية في المياه اللبنانية، كيف يمكن التعليق على هذه المشاهد، وإلى أي مدى ربما تكرس هذه المشاهد اليوم المسار الاستراتيجي الجديد الذي بدأ عقب انتصار تموز عام 2006؟ ما أنا بعرف بحبه كثير، نمدح فيكم، بس اليوم اللي عملتوه يوازي هذا الذي رأيناه بموضوع المشاهد. يعني أنتوا اليوم فعلا كنتوا بمستوى المعركة اللي عم نحتفل كلنا فيها، لذلك أنا بعرف عم رح علق على الموضوع، بس بعد في نقطة أساسية بدنا نحكيها لكل اليوم للداخل وللخارج، ورمزية أن يعني الوقوف على هذا الشريط الذي سينزع بإذن الله، يرونها بعيدة ونراها قريبة. نحن بهذا المنظر اليوم بتحدى من يشكك دائما في هذا الانتصار في حرب تموز، ومن يشكك دائما بأن تكامل الجيش والمقاومة واحتضان الشعب لألون، هذا الموضوع بأكد أنه بتحدى الكل انه تفضلوا اعطونا اذا كان حدا بيقدر يعمل اللي انعمل اليوم بالوقوف على الشريط لو لم يكن هناك هذا الانتصار في 2006 ولم يكن هناك التحرير في 2000. هذا للداخل ولكل الخارج. هلا بالنسبه للموضوع اللي سالتيني عنه بالنسبه لامكانيات المقاومه واللي ظهرت، هذه الامكانيات عام 2006 واللي ظهرت جليا اليوم بالصور بالفيلم اللي توزع، نحن ما نستغرب، نحن ندرك تماما أن المقاومة تمتلك من القدرات يعني ما يقارب، حتى ما نبالغ كثير، وأنا ما بحب فوت بتحاليل عسكرية وغيرها، ولكن اليوم المقاومة أقوى بكثير مما شاهدنا في هذه الفيلم الذي عرض. نحن على اقتناع تام أن المقاومة أصبحت جاهزة برا وبحرا وجوا، وبالتالي ما في لزوم. نحن أنا ما بحب علق كتير عسكريا لأنه الشباب يعني رجال الله اللي عم يعملوه يحتاج إلى الكثير كثير الكثير من الجهد والعرق والدم اللي هني ما قصروا فيه أبدا. واليوم أنا على اقتناع تام مثل ما قلت، إذا في مفاجآت وتقديري اليهود يعلمون ذلك، القيادة العسكرية لليهود تدرك أن المفاجآت أكثر بكثير 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 مما جرى في 2006. مثل ما قلت لما حكي السيد حسن، ونحن ندرك أهمية ما يقوله على المدى الاستراتيجي أننا سنصلي بالقدس، هذا لا يأتي أبدا 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 حسب ما عودنا السيد حسن وحسب ما كانت كل دماء شهداء رجال الله تشهد بأننا بإذن الله سنصلي في القدس في الأقصى، وسنحضر القضاديس في كنائس القدس، كما أنت بدك يعني ملاك وهناء إن شاء الله بيجتمعوا على أرض القدس وما بعد. نعم. بعد القدس. نعم. أنا يرونها بعيدة ونحن نراها أقرب من القريب، ويعطيك ألف عافية يا مايا. أشكرك العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة النصريين المستقلين المرابطون. مشاهدينا الكرام، الشكر الأكبر لكم على طيب المتابعة. تغطية الميادين مستمرة في عيد أو ذكرى انتصار تموز عام 2006. أما الآن فنعود إلى زميلي عبد الرحمن، إليك.
نعم مايا، شكرا لك والف عافيه لك وللزملاء احمد عبد الله، ملاك خالد، هناء محمد، وايضا لكل الفريق من مصورين وعاملين تحت في الكواليس، في كواليس هذه التغطيه المستمره معكم مشاهدينا منذ ساعات الصباح الاولى والتي ستستمر حتى ساعات الليل في ذكرى انتصار. شكرا لك مايا. نكمل مشاهدينا في سياق هذه النشره. رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامه سعد اكد للميادين ان هناك اطمئنانا الى قدرات المقاومة في مواجهة العدو في الميدان، سائلا عن حصانة لبنان في مواجهة كل المخططات والمشاريع وصفقة القرن وما يرتبط بها من استهداف للمقاومة ولتصفية القضية الفلسطينية. نحن يعني أمام مقاومة نطمئن إلى قدراتها في مواجهة العدو ومقارعة العدو في الميدان، ولكن لا نطمئن للأوضاع العربية والأوضاع اللبنانية والأوضاع العربية عموما. يعني هل لبنان محصن في مواجهة المخططات والمشاريع، في مواجهة صفقة القرن وما يرتبط بها من استهداف للمقاومة كخيار استراتيجي وما يرتبط بها من استهداف للقضية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية وحق الإخوة الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين؟ ولكن الأساس في كل هذا، في كل هذه المواجهة، الأساس هو الوحدة الوطنية لكل البلدان العربية، حماية هذه الوحدة الوطنية، حماية حقوق الناس، يعني كمان تحصين الوضع عبر يعني تحصين الواقع الاقتصادي والاجتماعي. الأسير السوري المحرر بشر المقت شدد على تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته رغم كل ضغوط. المقت وجه باسم عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال صدقي المقت تحية إلى رجال المقاومة في لبنان. ولا خوف على أسرانا القابعين في سجون الاحتلال، هناك من يعمل ليل نهار من أجل إطلاق سراحهم وتحريرهم من سجون وزنازين العدو الصهيوني. وبهذه المناسبة أنقل تحيات أسرانا الأبطال والأسير البطل عميد الأسرى السوريين الأسير صدقي المقت الذي أمضى 32 عاما في سجون الاحتلال. أنقل تحياته ومحبته وتقديره لكل المقاومين على كل الجبهات وهنا خلف هذه الحدود المصطنعة إلى رجال المقاومة، رجال المقاومة حزب الله الأبطال. إلكترونيا مشاهدينا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أين أصبح الهاشتاج الذي أطلقته الميادين؟ نعرف أكثر من زميلنا علي مرتضى الذي بات جاهزا ويجهز لنا كل هذه التفاعلات. إليك علي. شكرا لك عبد، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا تستمرون في التفاعل على الهاشتاج الذي أطلقته الميادين البداية 2006. هذا الهاشتاج الذي تصدر قائمة الترند منذ يومين تقريبا، اليوم وفي اليوم الثالث من هذه التغطية كما ترون خلفي، فإنه في قائمة الترند في لبنان موجود هذا الهاشتاج البداية 2006. تفاعلاتكم، كلماتكم وما عبرتم به هو ما أوصل الكلمة المفتاح وهي البداية، بداية الانتصارات عام 2006 إلى قائمة الأكثر المشاهدة على تويتر. كما وفي استعراض سريع لبعض تغريداتكم على هذا الهاشتاج ننقل ما كتبه أمير صبرا: يا أنصار المقاومة، اليوم يوم فرحكم ونصركم وعزكم، وادعوا بطول العمر لسيدنا وقائدنا السيد حسن نصر الله، مرفقا تغريدته بفيديو للسيد حسن نصر الله. ريما منصور تقول: يعز علي أنه ما أكون بجنوب وعم بحتفل معكم كل عام وأنتم بخير. البداية 2006 وهي تتحدث هنا عن مشاركتها في مهرجان الانتصار. كما نرى أيضا توني خوري نشر الفيديو البرومو الذي نشرته الميادين في بداية هذه التغطية ويرفق هاشتاج البداية 2006 بهاشتاج نصر وكرامة، كل ذلك احتفالا بذكرى الانتصار، انتصار تموز. حياة صوفان تقول: من قال أن احتفالنا بالنصر قد انتهى مع انتهاء اليوم 14 آب؟ لا والله، إن احتفالاتنا قد بدأت للتو البداية 2006. أما جو ميخائيل فيقول وسئل عن كلمته في ذكرى انتهاء حرب تموز مع العدو الإسرائيلي التي صادفت أمس وهو يتحدث عن الرئيس اللبناني ميشيل عون، فقال الرئيس: إذا تكررت الحرب
علينا سيتكرر الانتصار. مشاهدينا الكرام، نستمر معكم في رصد كل تفاعلاتكم على هاشتاج البداية 2006 وكذلك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي تعبر اليوم في لبنان عن الاحتفال بذكرى بداية الانتصارات البداية 2006. شكرا لك علي على كل هذا العرض، وستكون معنا أيضا أنت والزملاء لتواكبوا هذه التفاعلات على هاشتاج البداية 2006. British Navy Warship Poster 236. This is Stefania Warship, Motor Tanker British Heritage, under my control. أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن الإفراج عن الناقلة غريس واحد هو انتصار دبلوماسي لإيران. واعظي قال إن ما قام به خبراء القانون في إيران أثبت أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستضر به لا بطهران. هذا ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن تكون طهران قد قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق على عكس ما تدعي من أجل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس واحد. وأكد موسوي أن طهران أعلنت منذ البداية أن وجهة الناقلة لم تكن سوريا، ولكنه شدد في المقابل أنه لا علاقة لأحد بوجهتها. نصر جديد لإيران في البحر وهزيمة أخرى لأمريكا، هذه هي نهاية مسلسل احتجاز ناقلة النفط الإيرانية غريس واحدة. احتجاز يؤكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه كان غير شرعي بنحو كامل. نأت بريطانيا بنفسها بعيدا ولو بشكل متأخر عن سياسة ترامب المتهورة والانتقامية في الشرق الأوسط في رأي الإيرانيين. احتجاز السفينة لم تكن لا بريطانيا ولا من قبل جبل طارق، حكومة جبل طارق، بل كان أمريكيا في الأساس، وكان كما هو معروف ردا على إسقاط طائرة المسيرة الأمريكية كما قالوا. سوريا لم تكن وجهة ناقلة النفط الإيرانية، وطهران لم تقدم ضمانات أو تعهدات لحكومة جبل طارق أو حتى لبريطانيا للإفراج عن ناقلتها بحسب الخارجية الإيرانية. إنها هزيمة لأمريكا وضربة لها. لقد ثبتت اليوم فعالية الدبلوماسية الإيرانية على عكس ما كان يتصوره الغرب وأمريكا بأنهم عبر الضغط والتهديد بإمكانهم ثني إيران. لقد فشلوا في ذلك وإيران باتت أقوى. يرى البعض هنا أن حنكة إيران الدبلوماسية وقوتها العسكرية حيدت المنطقة عن حرب شاملة، فنزعت طهران فتيل أزمة الناقلات من جهة وفرضت معادلة الأقوياء، العين بالعين والناقلة بالناقلة والمضيق بالمضيق. الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية كان بادرة إيجابية، ربما ستتبعها إفراج إيران عن ناقلة النفط البريطانية، ولكن القرار هنا بحسب المسؤولين الإيرانيين يعود إلى السلطات القضائية. ملك عابد، طهران، الميادين. رئيس حكومة جبل طارق كان أعلن اليوم أن الناقلة الإيرانية التي تحتجزها بلاده يمكنها المغادرة بمجرد أن تكون مستعدة. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس حكومة جبل طارق قوله إن الناقلة قد تغادر اليوم بمجرد تنظيم الأمور اللوجستية اللازمة لإبحار سفينة بهذا الحجم، لافتا إلى أنه لا يعتقد أن الناقلة سينتهي بها المطاف في سوريا. وأضاف أنه يتوقع أن تلتزم إيران بما قالته، كما أشار إلى أن المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أمريكية لمنع الناقلة من المغادرة. في ضوء الضمانات التي حصلنا عليها، لا يوجد أي أسس مقبولة لاستمرار احتجاز غريس 1 بعد ضمان التزامها بعقوبات الاتحاد الأوروبي، ومن اليوم لم يعد هناك مسوغ لاحتجاز السفينة. من جهة أخرى، طلبت وزارة العدل الأمريكية بدء إجراء قانوني جديد لاحتجاز الناقلة، لكن هذا شأن يخص سلطاتنا القضائية المشتركة المستقلة والتي ستتخذ قرارا قانونيا موضوعيا بشأنها.
هذا الطلب. إلى ذلك أعلن نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية جليل إسلامي أن ناقلة النفط الإيرانية غريس واحد ستتجه إلى البحر المتوسط تحت اسم جديد. التلفزيون الإيراني نقل عن إسلامي قوله إن الناقلة وبطلب من مالكها ستتجه إلى البحر المتوسط تحت علم جمهورية إيران الإسلامية، وقد تغير اسمها إلى أدريان داريا. يستعد الجيش السوري لاقتحام بلدة خان شيخون التي تعد إحدى المعاقل الرئيسية للمسلحين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا خلال الساعات المقبلة، فيما تتواصل أيضا اللقاءات التركية الأمريكية من أجل المنطقة الآمنة في الشمال السوري. هبة محمود. الطريق إلى خان شيخون صار أقرب، بلدات عديدة أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري وقواته باتت على بعد أقل من بضعة كيلومترات من المدينة التي تعد من المعاقل الرئيسية لفصيل هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا في ريف إدلب. نحن على تخوم خان شيخون، خان شيخون تقع على الاستراد الدولي دمشق حلب، وقواتنا متاخمة على بعد 4 كيلومتر من خط الجبهة الأول يعد، وبإحكام الطوق على خان شيخون تكون حكمنا الطوق على مورك، وحصرنا مجموعات إرهابية بلطمين كفر زيتي. سيسمح هذا التقدم إذن بتشديد الخناق على المسلحين أيضا في بلدتي لطمان وكفر زيتا في الريف القريب من محافظة حماة. يقول المرصد السوري المعارض إن الجيش السوري نفذ نحو 183 ضربة جوية وأطلق أكثر من 800 قذيفة صاروخية طالت منطقة خفض التصعيد. وفيما يحقق للجيش السوري تقدماته الميدانية تتوالى زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى تركيا، إذ زار وفد عسكري أمريكي الحدود التركية السورية قبالة تل أبيض تحضيرا لإنشاء مركز العمليات المشتركة الذي يؤسس للمنطقة الآمنة. وبحسب ما كشفته صحيفة حريات التركية فإن المشاورات تناولت سبل تطبيق تلك المنطقة الآمنة والإطار المحدد لعملها وآليته، وتم التوافق على هذه المواضيع، فيما شددت الصحيفة على أن الموضوع الوحيد الذي لم تتطابق فيه الدولتان هو عمق المنطقة الآمنة، حيث تطلب واشنطن أن تكون بعمق 15 كيلومترا، في حين يصطدم ذلك بتعنت تركي يطالب بعمق 32 كيلومترا. وقد نفت وزارة الدفاع التركية ما تداولته وسائل إعلام عن تغييرات بشأن المنطقة الآمنة. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة إسرائيليين نتيجة عملية دهس في منطقة غوش عتسيون وإصابة منفذ العملية. يأتي ذلك غدا إعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتيين نسيم أبو رومي وحمودة خضر الشيخ البالغين 14 عاما برصاص قوات الاحتلال لتنفيذهما عمليتي طعن في البلدة القديمة في القدس المحتلة. وفي غزة يستعد الفلسطينيون اليوم للمشاركة في يوم جمعة جديد من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع. مسيرات اليوم تحت عنوان جمعة الشباب الفلسطيني وتتزامن مع اليوم العالمي للشباب. الهيئة العليا لمسيرات العودة كانت دعت الفلسطينيين لأوسع مشاركة في مسيرات اليوم على أرض مخيمات العودة الخمسة شرقية القطاع المحاصر. نبقى في فلسطين المحتلة، حيث أكدت الداخلية الإسرائيلية سماحها لنائبة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة الغربية بعد أن كانت منعت زيارتها الرسمية. الحكومة الإسرائيلية كانت منعت النائبتين الأمريكيتين إلهان عمر ورشيدة طليب من زيارة فلسطين المحتلة لدعمهما حركة المقاطعة. رئيس الوزراء الإسرائيلي برر قراره بالقول إن برنامج زيارة النائبتين أظهر نيتهما إلحاق الضرر بإسرائيل وفق تعبيره. نحن نقبل جميع الزوار وكل الانتقادات، وقد فعلنا ذلك في استقبال جميع الجمهوريين والديمقراطيين على مدار السنين، ولكن نحن لسنا مستعدين لاستقبال أولئك الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل ويعملون لنزع الشرعية عن دولة اليهود.
وفي أول تعليق لها وصفت النائبة الأمريكية إلهان عمر القرار الإسرائيلي بمنع دخولها الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإهانة للقيم الديمقراطية. وفي بيان قالت عمر إن قرار نتنياهو لم يفاجئها نظرا إلى مقاومته جهود السلام وفق تعبيرها. قرار إسرائيل بمنع النائبتين في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة آثار انتقادات واسعة. رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي طالبت إسرائيل بالتراجع عن قرارها، وقالت عبر تويتر إن القرار إهانة لإسرائيل وإن تصريح ترامب مؤشر على تجاهل موقع رئيس البلاد وعدم احترامه وإهانته. السناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو أكد أنه على الرغم من اختلافه مع النائبتين فإن منعهما من دخول الأراضي المحتلة هو خطأ، حيث إنهما كانتا تأملان حقا بأن تمنع من الدخول لتعزيز هجومهما على الدولة العبرية. ووصف الديمقراطي توم مالينوفسكي القرار بالمهين للكونغرس متوجها بالكلام إلى ترامب بأنه قال بداية للنائبة طليب إن عليها العودة إلى بلادها، ثم يقول لذلك البلد ألا يسمح لها بالدخول. وأعربت منظمة أيباك المؤيدة لإسرائيل عبر تويتر عن أملها بأن يتمكن جميع أعضاء الكونغرس من زيارة الدولة الحليفة للولايات المتحدة للتعرف إليها عن كثب. السفير الأمريكي في فلسطين المحتلة قال إن واشنطن تدعم وتحترم قرار الحكومة الإسرائيلية، مضيفا أن لدى إسرائيل الحق الكامل في حماية حدودها من هؤلاء الناشطين بالطريقة نفسها التي تمنع فيها دخول من يحملون أسلحة تقليدية. واعتبر فلسطينيون أن منع النائبتين من زيارة فلسطين المحتلة يعد اعتداء على حقهما في التواصل مع العالم. رئيس الوزراء محمد أشتيا قال إن قرار إسرائيل والتصريحات التحريضية ضد النائبتين يعكسان الخوف من فتح الاحتلال وإجراءاته الجائرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه أمام الجمهور الأمريكي والعالمي، كما دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة القرار الإسرائيلي، معتبرة أنه عمل مشين وعدائي ضد الشعب الأمريكي ومن يمثله. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة بناء على طلب الصين وباكستان لبحث قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير. إلى ذلك أعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده اليوم بنيران هندية في إقليم كشمير. يأتي ذلك غداة أعلان الجيش الباكستاني مقتل 3 من جنوده و5 جنود هنود في تبادل لإطلاق النار في كشمير. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بناء على طلب الصين وباكستان لبحث قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير. إلغاء الحكم الذاتي من قبل نيودلهي كان الشرارة التي أوقدت النار من جديد. اشتعل الشارع في باكستان احتجاجا على إجراءات هندية في إقليم الهيمالايا، تظاهرات تم تنسيق مواعيدها لتستبق اجتماع مجلس الأمن الدولي المغلق لبحث هذه القضية. اجتماع أممي سبقه توتر حدودي بين الجانبين أدى إلى مقتل جندي باكستاني بنيران هندية في كشمير. وسبق إعلان باكستان يوم الخميس مقتل 3 من جنودها و5 جنود هنود بتبادل لإطلاق النار عبر الحدود. على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن يرفع حظر التجول أولا، ثم سنرى ما إذا كانت المادة 370 باقية أم لا. تسبب قرار نيودلهي إلى جانب قطع الاتصالات وفرض قيود على حركة أولئك الموجودين في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية في غضب إسلام أباد، فقامت بقطع روابط التجارة والنقل وطردت مبعوث الهند انتقاما. إجراء دفع نحو 1000 متظاهر باكستاني يحملون الأعلام السوداء إلى تلبية دعوة حزب تحريك إنصاف الباكستاني الحاكم، فرفعوا الصوت عاليا مطالبين باستعادة الإقليم وإيقاف أي إجراءات هندية تطال ساكنيه. لن نقبل أن تهمش حقوق المسلمين في كشمير، ويجب أن تعود الأرض لنا، وعلى الهند أن تعلم أن إقليم الهيمالايا عائد لإسلام أباد. من إسلام أباد إلى لندن، ألاف المتظاهرين الداعمين لسيادة باكستان على أقليم كشمير تظاهروا أمام السفارة الهندية في لندن رافعين شعارات من بينها كشمير تحترق
وإلى رئيس الوزراء الهندي اصنع الشاي للحرب. إلى العناوين. يعني أنا وملاك على بعد 10 أمتار، ملاك أو كم؟ هناء سنلتقي ويعني لنكسر كل قواعد اللغة والمراسلة الصحفية. جايين. في ذكرى نصر تموز، مراسلتا الميادين في لبنان وفلسطين وجها لوجه عند الشريط الشائك. انظروا إلينا، نحن هنا، نحن على أرضنا بأقرب نقطة ممكنة. المقاومة تكشف للمرة الأولى عن مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية ساعر 5 عام 2006 بصاروخ بحري متطور. إيران تؤكد أن الإفراج عن الناقلة غريس 1 انتصار دبلوماسي وتنفي تقديم أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق. الجيش السوري يواصل التقدم باتجاه خان شيخون ويستعيد السيطرة على مدايا وتل الأرجح في ريف إدلب الجنوبي. الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد جنوده بنيران هندية في كشمير واجتماع مغلق لمجلس الأمن لبحث الوضع في الإقليم. للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدينا يمكنكم زيارة موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.